بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ومعانا طول الشهر الكريم والأهلي في رمضان، والنوايا والزير والتحكيم وإبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وهذه الأمسية الرمضانية التي تأتي اليوم في يوم من أغلى الأيام على الشعب المصري والعربي كله. النهاردة العاشر من رمضان، ذكرى الانتصار العظيم، ذكرى الكرامة، ذكرى الإرادة الوطنية، ذكرى اليوم اللي أكدت فيه مصر قوتها وبسالتها وقدرتها على التحدي. كل سنة وانت طيب يا باشمهندس. كل سنة ومصر بخير يا رب، وأيامها كلها انتصارات وفخر وشرف، ومفيش أجمل من هذه الذكرى اللي عادت إلى مصر المكانة ونظرة التقدير والاحترام والثقة التي كانت تتمتع بها دائما. دائما وابدا مصر عافيه، مصر قويه، مصر قادره على كل التحدي وقهر كل الصعاب باذن الله في العاشر من رمضان اللي في 73 كان يوافق 6 اكتوبر. النهارده العاشر من رمضان بنقول لكم كل سنه ومصر الحبيبه عافيه وقويه دائما ان شاء الله. استهليت الحلقه انت بالاشاره للتحكيم والنوايا والزير، خير؟ بص يا ابراهيم، يعني اللي يدهشني جدا جدا خاصة من جماهير الأهلي تبسطها للأمور وتاخدنا في بعضهم يعني في سكة ما احنا وحشين، ما احنا نبص لنفسنا، ما احنا يا جماعة، وانت وحش انت لا تتحمل أخطاء التحكيم. انت عادة لا تتحدث لأنك خلاص بتكسب، لكن كل الماتشات اللي كسبنا فيها كانت فيها أخطاء تحكيمية فجة، سواء محليا أو إفريقيا، شيء محير. ولو اني يعني لما طبعا قعدت اتامله اكتشفت ما هو انت البطل، يعني والناس اللي يعني مستكتره عليك هذا الاستمرار في البطوله مؤكد هتترصدك انت. لكن لما يجي التحكيم يعني بهذه الصوره الواضحه التي لا يختلف عليها احد، يعني المعيار ايه؟ يعني تجد في ماتش الزمالك يطرد بن شرقي لنفس اللعبة التي نالت من محمد شريف. وهناك من الغريبة بقى، هناك من يدافع فتخليك ترتاب أكتر، يعني كل الناس اللي ملهاش علاقة مباشرة وطلعوا حللوا من خبراء التحكيم، المسألة واضحة، راجل ماسك واحد من تحت بطه وحاجزه ومنعه من التقدم. في ايه؟ هتقول لي اصلهم الاثنين مسكوا بعض في لحظه او زقوا بعض في لحظه، لكن مين اللي استمر وحجز الثاني عن الاستمرار والحركه؟ يعني في كل الماتشات الناس بتاخد حقوقها او معظم الحالات، يعني الا في مناظر. واحنا مش عايزين حد يتظلم تحكيميا، ليه يتظلم تحكيميا؟ ما ياخد حقه وبعد كده والله الماتش ونتائجه دي بقى بتاعت علم الله ويعني اقدام اللاعبين وتوفيقه. لكن ان انا عشان يقول لك ما انت وحش، يا سيدي انا وحش عشان ما عنديش فرص كتير انا اناقش نفسي. يعني انا لما بشوف الماتش ده استاذ ابراهيم، انا طول عمري اقول لك ايه، انا ما انزعجش من هزيمه الظروف او الصدفه. لان بيبقى الاهلي مسيطر وهو الاكثر فرصا والاكثر استحواذا الاقدر يعني. ولكن تيجي كره يعني هجمه مرتده ولا بتاع وعدم توفيق سان داونز مثلا، ما انزعجتش. اتضايقت بس ما انزعجتش، ما خفتش. لكن اخر ماتشين انا قلقان لان دي مستوى بقى. المستوى مش عاجبني. دي هزيمه مستوى. له مؤشر من مباراه الاتحاد. هل احنا فعلا تتالي الماتشات بيفقد اللعيبه تركيزهم؟ هل في نوع من الترهل نتيجه الراحات الكتيره؟ انا ما اعرفش يعني، لكن ده بقى شغل الاجهزه الفنيه اللي ارجو انها خلال الاسبوع القادم نكون استردينا جزء من هويه وشخصيه الاهلي. لكن ما تبقاش تقول لي خطا تحكيمه بسيطه، ما هي النوايا بتسند الزير. بالظبط. صحيح. طيب ما لو النوايا دي مش موجوده خلاص مفيش حاجه. ولو النوايا مش حلوه؟ الله، ما هو انا لا اقصد النوايا، ما هو النوايا هنا هي نوايا. في النيات بقى. فلما تكون النوايا تقوم تخضك. ما احنا شفنا المواسم دي. وكيف يوجه
توجه البطولات. مش عايزين كده، عايزين كل الناس تجتهد وتسعى ويفوز الأحق، والناس تبقى حتى سعيدة من جواها. يعني حتى الناس اللي هي بتقبل الفوز بأي طريقة نتيجة لحظة من لحظات الضيق، يعني وانت مستنية تفرح هي كمان، أي من جواهم ما بيبقوش سعداء. وأنا لما أخد بطولة مش من حقي مستحيل هبقى سعيد، لأن إحساس الجدارة هو اللي بيخليك سعيد. الجدارة انك انت ماشي مال هدومك، انما بقى عارف ان ده بيساعدك وده بيساعدك وده او ده بيعطلك وده بيعطلك، لا عايزين حد يعطل ولا عايزين حد يساعد، عايزين كل واحد ياخد حقه وما تيجي نرمي النوايا. طيب كابتن محمود عاشور، عايز افكركم بحاجه، عشان هو المهندس عدي لما اتكلم بيتكلم على انه المشكله مش في التحكيم، المشكله في ازدواجيه معايير الحكام. وانا ما اعرفش اي لجنه حكام هتبقى حريصه ومصممه على محمد الحنفي، على محمود عاشور لمباريات الاهلي، اعرفوا ان ورا المساله داخله في النوايا، داخله في النوايا اللي المهندس عدل اشار اليها، مش النوايا اللي بتسند الزير، دي النوايا اللي بتودي الناس في داهيه بجد. لانه تقريبا موسم السنه اللي فاتت لو رجعناه بالكوارث التحكيميه اللي حصلت واللي اثرت في مسار البطوله، كان تقريبا البطلين بتوع هذه الفتره الكابتن محمد الحنف والكابتن محمود عاشور والمعروف وامبارح ومحمد معروف جدا الراجل اللي بيحتفل بالاهداف. لكن عايز اقول لكم انه فجاه في هذا التوقيت يسند لمحمود عاشور وللحنفي المباراه، مباراه الاهلي والمصري بكل وضوح، فتلاقي الملعب فيه حاجات بتحصل والفار ملوش دعوه، لا بيغطيه. يعني شيء غريب جدا. اختيار الثنائي لمباراه الاهلي، اعرفوا لما بيتم اختيار ده او ده لماتش للاهلي او ماتش للمنافس ياثر في المسار، اعرفوا انه المساله رايحه فين. المساله كانت واضحه جدا امبارح يا جماعه. محمود عاشور الراجل طرد الكابتن سيد عبد الحفيظ، يجوز ان الكابتن سيد عبد الحفيظ خرج عن النص ممكن، والحكم من حقه يستخدم سلطته، بس لما اقول لك انه محمود عاشور اللي طرد قبل كده الكابتن حسام البدري بمجرد النظر، الراجل اهو عشان حسام البدري بص له بنص عين، ما تبصليش كده، اتفرجوا، طرد حسام البدري للقطه دي، هو نفسه محمود عاشور اللي شيكابالا شده من صدره بص له ضحك. انا هنا بتكلم على ازدواجيه المعايير. انا يعني حكم بيطرد لمجرد النظره ومجرد الهمسه ويتغاضى عن حد بيشده من صدره وبيدفعه، نفس الحكم، هي دي ازدواجيه المعايير القاتله. لكن لو هنتكلم، وهي دي النوايا، وهي دي النوايا بقى، مش اللي تسد الزير، اللي بتقلب البطوله راسا على عقب، اللي بتقلب الزير. في نوايا بتسد الزير وفي نوايا بتقلب الزير كمان، دي النوايا اللي هي مش نظيفه خالص خالص خالص. مش هنتكلم في اخطاء التحكيم، لانه ربما لما نتكلم ندعي حقا للاهلي، لكن نروح لخبير تحكيمي راجل دولي ومونديالي الكابتن جهاد جريشه، حل الاخطاء محمود عاشور ومساعديه في هذه المباراه ونشوف ايه حق الاهلي فيها. اللاعب اللي احرز الهدف غطى وشه بالكامل بالتيشيرت بتاعه، المنظر ده لازم اللاعب ده يتعاقب بانذار. اللاعب اللي هو احرز هدف النادي المصري في الدقيقة 8 باحتفاله بالهدف غطى وشه بالكامل او وجهه بالكامل بالتيشيرت، وده لازم كان يتعاقب بانذار. اللاعب ده بعد كده في المباراة خد انذار، وكان طبعا الانذار ده كان هيبقى الانذار الثاني، وده خطأ من حكم المباراة، كان لازم يتعاقب اللاعب اللي احرز هدف النادي المصري. الحالة الثانية دي كانت في الدقيقة 30 من احداث المباراة، وهي عبارة عن انا المهاجم محمد شريف استلم الكرة بصدره وحصل دفع بالجسم، في دفع بالايد وفي دفع بالجسم، اللي حصل من مدافع النادي المصري هو دفعه بجسمه، وبالتالي لما استلمت الكوره بصدري دفعني لاعب النادي المصري بصدري او بجسم بالجسم، وبالتالي للعب الكوره لاعب النادي الاهلي وحصل دفع من لاعب النادي المصري بالجسم، ودي كانت ركله جزاء مستحقه للنادي الاهلي. كنت اتمنى في اللعبه دي ان يتم استدعاء الحكم
من حكم الفار ويشوفها، ولو شافها بالمنظر ده اللي هو دفع بالجسم. انا استقبلت الكوره، كان محمد شريف مهاجم النادي الاهلي استقبل الكوره على صدره وتم دفعه بجسم من لاعب النادي المصري، وبالتالي ركله جزاء مستحقه للنادي الاهلي لم تحتسب في الشوط الاول. الحاله اللي بعد كده اللعبه دي برضو نفس الكلام، في خطا من لاعب النادي المصري حصلت بره منطقه الجزاء، ده عباره عن ركل في ظهر لاعب النادي الاهلي او في ايد لاعب النادي الاهلي، بس الخطا حصل خارج منطقه الجزاء، ولكن الخطا دوت كان فيه فرصه محققه انفراد كامل للاعب النادي الاهلي، وبالتالي الخطا كان موجود والركله الحره كانت موجوده، وهيبقى فيها مقابل يعني معاها كارت احمر مستحق للاعب النادي المصري، ولكن للاسف ما تمش حساب الخطا. بنتكلم على اخر لعبه معانا او في الدقيقه 55، وده مسك ومنع تقدم المنافس، مسك حسام حسن ومنع تقدم المنافس، وكانت ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي. برضو نفس الكلام، بنتكلم ان حكم الفار ما تدخلش والحكم ما حسبش، وشكينا في بعد الالعاب دي كلها ان ما فيش فار موجود او ما فيش حكم فار موجود معانا وشغال معانا، حكم ما احتسبش ركله جزاء للنادي الاهلي، مسك مستمر المسك المتواصل ومنع تقدم المنافس، وبالتالي ركله جزاء ثانيه في المباراه لم تحتسب للنادي الاهلي. شوفوا بقى المشكلة، ان ضربة جزاء ماشي الفار ما يستدعيش، غريبة جدا، استدعي يا سيدي والحكم يعمل اللي هو عايزه، تعمل اللي عليك، لكن ان تتفق انت ايضا على ما هو واضح انها مخالفة هنا النوايا. انا عايز بقى اروح لتالت جملة اللي هي اللعبة الثالثة، الاصرار على المسك واستمراره للإعاقة بهذا الوضوح. ليه؟ لأن لما تشعر أن صفارة الحكم مش هتحسب لك حاجة، الماتش يتأثر في التكنيك بتاع اللعيبة، اللعيبة تبقى بتتصرف بمنتهى الأريحية في منع المنافس من أنه يستفيد من الفرص التي قد تلوح له. إذن أنت مش بس مش اللعبة دي، أنت بتخلي الماتش ياخد شكل ان لا مش هقدر اعمل، مش هقدر اروح لمنطقه مؤثره، مش هقدر اعمل فرصه حقيقيه، مش هقدر اخد حقي داخل منطقه الجزاء، لان في اريحيه عند المدافع. نفس الكلام لو رجعنا لماتش المحله السنه اللي فاتت في المحله، كنا هنشوف معروف عمل ايه برضه، الراجل اللي منفرد واتمسك بشكل واضح ولم يحتسب شيء، امر فيه منتهى الغرابه، لان هو برضه لو كان صفر ما عندوش حل غير الطرد، فاعتبر ان هو يتجاهل احسن. التجاهل يا جماعه اللي بيدفع ثمن هذه الصفارات المتناقضه منتخبنا القومي، لانه لما بيروح يلعب بصفاره اجنبيه ما بيلاقيش هذا الكلام، ما بيلاقيش هذا الاحتواء، ما بيلاقيش هذا التوجيه، الا في بعض الماتشات الافريقيه للاسف الشديد. وكلنا في الهم مش شرق بس، افريقيا، احنا يا جماعه لا نعيش حاله كرويه عادله، اللعبه ما بقتش ممتعه عند معظم الناس، بقت مشدوده زياده عن اللزوم من القلق انك ما تاخدش حقك. طيب حقك ضربتين جزاء، وكابتن جهاد جريشه هنا الراجل مش متاثر بقناه متعاقد معاها تقول له ينفع وما ينفعش وما تقولش حق الاهلي، لا الراجل رايه فير وصريح بعكس اخرين، فكان واضح جدا وهو بيحلل بشكل فير وواضح ومثبت، حتى في جزئيه انه اللاعب هيثم العيوني لما سجل الهدف وغمى وشه بالفانيلا، نص صريح في اللائحه، نص صريح في قانون اللعبه، انه الحالات اللي اللاعب بيحتفل بيها سواء خلع الفانيلا او حتى غطى وجهه بالفانيلا، ده نص يجب انذاره. تخيلوا ان في كرة شريف وهو مديله شلوت في ظهره بيمنعه من فرصة محققة، ده طرد، اداله انذار بعد كده في اخر الماتش. يعني لو انت كنت استخدمت صريح القانون في اللي فات ده كله كان ده هيطرد بدري، لكن ضربتين جزاء وتغاضى عن طرد وتغاضى عن فاول على حافة منطقة الجزاء، دي حقوق واضحة جدا الاخ محمود عاشور ما شافهاش، وطبعا الحنفي ما كلمهوش. طرد لاعب المصري ايضا اتفق مع الكابتن جهاد جريشه فيه الكابتن رضا البلتاجي، نشوفه.
يعني في اللعبه دي كانت تقريبا في بعد تقريبا حوالي 10 دقائق من بدايه الشوط الثاني. ايوه اللعبه تحديدا كان مهاجم الاهلي بيروح وفي المدافع بيحاول يطلع كره. ايوه زي شلوت كده اتصور انها لمست، كنت اتمنى الفار هنا يستدعي. هو وقف شويه السمح حصل نقاش وبعدين سمح باستمرار اللعب. رؤيتي انا ان في مخالفه في اللعبه دي، لو خارج منطقه الجزاء كان صاحبها بطاقه حمراء. بطاقه حمراء لو خارج منطقه الجزاء. تمام. لو داخل منطقه الجزاء كان هو ركله جزاء وانذار. وانذار. طيب ده يقودنا للسؤال يا كابتن حنفي، انت شفت اللعبه دي ازاي وشفت اللعبه بتاعه ضربه الجزاء بتاعه حسام حسن ازاي؟ يعني كان وجهه نظرك ايه؟ فسرتها لنفسك ازاي ونحن في شهر كريم كل واحد منا بيروح وبيصلي وبيقرا قران عشان يعرف ينام، لكن تسيب الناس كلها متضايقه وتشعر بالظلم والله اعلم بعضهم بيدعو يقول ايه؟ ده كلام غير مفهوم، لانك فعلا لو كنت ما شفتش تبقى انت فعلا مش عايز تشوف. المسائل واضحه الى درجه لا يمكن تقول لي ما شفتهاش. ده انت عندك نفس الطرف ونفس الفرصه بتاعه الكابتن جهاد وبتاعه الكابتن رضا وبتاعه الكباتن ناصر عباس بتاعه كل الناس اللي هي عندها فرصه تعيد وتشوف وتزيد وتنجئ، بس عندك سلطه انك في نفس اللحظه تستطيع ان تصوب او تستدعي الحكم لتصويب قراره ولم تفعل. فالله اعلم بالنوايا. عندك فرصه وعندك سلطه والمفروض عندك ضمير. المفروض عندك ضمير، لان انا في تقديري ده شلوت في وجه العداله. اللي حصل ده لما تحصل اخطاء في منتهى الوضوح ويتم التغاضي عنها بهذا الشكل، ده شلوت في وجه العدالة بجد. هو أنا عايز أسألهم سؤال يا أستاذ إبراهيم، بس واحد في المقابل بقى، لو الأخطاء دي صدرت عن الأهلي كيف يكون الحال؟ ده الفار استدعى يعني أليو ديانج بعد اللعبة، بعد اللعبة على كرة يعني ارجع تعالى أقل وضوحا من الألعاب دي وضربات جزاء أقل وضوحا من الألعاب دي، ورغم هذا يعني طيب ما تقدرش تطلب مننا ان احنا نكون مرتاحين ونحسن النوايا ابدا، ما تقدرش تطلب مننا هذا وانت تفعل ذاك. لانه كمان اللي بيتكلموا خبراء تحكيم، احنا لم ندعي حقا للاهلي. احنا بندور على هذا الحق المثبت من خبراء تحكيم محايدين. ايضا الكابتن ناصر عباس سجل ملاحظاته. في اكتر من حاله ينظر اللاعب عندما يتم تسجيل هدف، نشوف في القانون بيقول ايه، مش انا اللي بقول. خلينا هنا نتكلم يا كابتن احمد في يجب انذار اللاعب حتى لو تم الغاء الهدف من اجل 1 2 3 4. خلينا في اخر نقطه كابتن احمد اللي هي ايه؟ ليه خلع القميص او تغطيه الراس بالقميص، دي موجوده بالنص، ده في القانون، دي اول حاله. انا بقول الكلام ده لان اللاعب ده تم اشهار ليه البطاقه في الدقيقه 80 صح، لو هيثم العيوني. أنا النهاردة بتكلم في إنذار، هنا الإنذار ده يا كابتن مفيش فيه تقدير يا كابتن أستاذ. مظبوط. يلا الحالة بعد كده. هذه الحالة في كل المقاييس هنا في بطاقة صفر. جيراندو هنا نشوف هو عمل إيه يا كابتن مع لاعب نادي الأهلي. نشوف هنا الإيد، نمشي. أهي. ده تقريبًا في الثانية 30. ما هي البداية بيرد إن الجون يعني البداية ما تكون صحيحة. الدنيا كلها بتبقى ماشيه يا كابتن كويس. الكوره دي يا كابتن في حاله شبيهه لاليو ديانج الماتش اللي فات، كتير يا كابتن خد منها كارت. انا بتكلم في المعايير بقى بالظبط، هنا انذار طبعا مستحق لما يشهر فيه لاعب النادي المصري. المعايير واحنا قلنا عنوان المباراه كانت المعايير. يلا خلينا نروح للحاله اللي بعد كده. شوف البعض قال لك في هدف والحكم لغاه. لا طب نشوف يا كابتن اسامه كابتن احمد، مهمه جدا صح. وهنا الحكم هنا نشوف هنا المخالفة، هنا هل في مخالفة ولا مفيش؟ فيها يا كابتن مخالفة قبل تسجيل الهدف، عشان بس ما حدش يطلع يقول دايس على رجله. ان النادي دايس على رجله واضحة جدا جدا، وفيها انذار كمان في هذه الحالة انذار. ومحمود عاشور صفر قبلها كمان. هات لي الحالة دي تاني مرة، عيدها لي تاني وتالت كده. هو هنا عاشور هنا قريب صفر قبل ما الراجل يسدد الكورة، كان عاشور مصفر بالمخالفة. مظبوط. كانت قبل الهدف.
يعني كابتن ناصر قال عنوان الحلقة اختلال المعايير، المعايير أو اختلاف المعايير، واختلاف المعايير له علاقة بالضمير لأنها اختلافات في اتجاه واحد وتفسيرات لم تعطي طرف واحد هذا ما يستحق من حق ربما كان يؤثر على نتيجة المباراة. فالمعيار المعايير والضمير يعني لا يجب أن ينفصلا. أستاذ إبراهيم أنا يعني مندهش ومش عارف أقول إيه. لأنه هي نفس المعيار اللي فاول بيتحسب على أيمن أشرف في نص الملعب في كرة طالع فيها، نفس المعيار بيتم التغاضي عنه لما تبقى لصالح محمد شريف جوه ال 18. هي نفس لكن الحكم والفار اللي ما يشوفوش الشلوت لا ده حد تاني خالص. شريف منفرد عنده فرصة تحقيق هدف، اللاعب من وراه شلوت في ظهره أو في إيده ما تتحسبش. شيء غريب جدا. لكن زي ما قلت لكم دي مباراة كانت فيها ازدواجية واختلال حقيقي للمعايير وشاهدت هذا الشلوت في وجه العدالة. وهو الحنفي لو كان استدعى عاشور في الحالات دي ما كانش برأ نفسه طبعا. ولو كان استدعاه كانت الناس هتقول هو انت بتستدعيه ليه، ولا كان هيبقى استدعاء سليم. هو دي نقطة انا مش عارف افهم ماذا دار في ذهن. ومرة تانية وثالثة المهندس عدلي بدأ الحلقة انه هزيمة الاهلي من المصري كانت هزيمة مستوى، لكن حتى وانا بخسر وانا بلعب وحش وانا في أسوأ حالاتي فنيا وبدنيا ما اضيعش حقي، استحق حقي، اخد حقي، افرط في حقي، تحسب لي بنالتي واضيعه زي ما حصل في مع بيرس تاو في الماتش اللي قبله، بس اخد حقي زي ما الاخرين بياخدوا حقهم وزياده. انا اعتقد الكابتن عصام عبد الفتاح عليه مسؤوليه كبيره جدا وعنده علامات استفهام كتيره حوالين حكامه وتعييناتهم. الدنيا واضحه يا كابتن. طيب هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل اتنين من الضيوف الكبار، الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ جلاء جاب الله رئيس مجلس اداره دار التحرير السابق، والكاتب الصحفي الكبير والاهلاوي القدير الاستاذ نبيل عمر مدير تحرير الاهرام معانا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ما ينفعش نبقى في العاشر من رمضان وما يكونش ضيوفنا اتنين على مستوى الحدث والتوقيت، عشان كده قلت لكم قبل الفاصل هيكون معانا اتنين من الاساتذه الكتاب الصحفيين الكبار، الاستاذ جلاء جاب الله رئيس مجلس اداره دار التحرير السابق. اهلا بك يا استاذ جلاء. سهل. كل سنه وانت طيب وخطوه عزيزه. انا سعيد جدا باللقاء ده والله. احنا اللي سعداء ونتشرف بوجودك. ومعانا طبعا الكاتب الصحفي المتميز مدير تحرير الاهرام والناقد الاهلاوي الرياضي، انه اهلاوي قبل رياضي، الاستاذ نبيل عمر. اهلا بيك يا استاذ نبيل. اهلا بيك واهلا بالقناه الجميله واهلا بكل الاهلاويه واهلا بكل اللي يعني هتقعد تبعت لنا المهندس عدلي رسائل؟ لا نجيبك على الهواء، خلي رسائلك على الهواء. اهلا بيك يا استاذ نبيل. اهلا بيك يا حبيبي. يعني هو الحقيقه اثنين من القامات الصحفيه الكبيره والأصدقاء الأعزاء، يعني اللي شرفت بالتعرف عليهم مشوار طويل من العلاقات اللي فيها اتفاق معظم الأحيان والاختلاف بعض الأحيان، ودي شيمة الصحفي اللي هو معتد برأيه، يعرف يتفق ويختلف ولكن يجمعنا جميعا حب الحق والحقيقة ثم النادي الأهلي والانتماء. والانتماء. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. السلام عليكم. العاشر من رمضان. يعني انا من عظيم الصدف ان النهارده العاشر من رمضان وانا معاكم في قناه الاهلي. طيب ايه اللي بتتذكره؟ لان فيه لازم انا بربط رابطه صغيره كده يمكن. النادي الاهلي ده اصلا في لما انشئ كان بيعبر عن الوطنيه المصريه الحقيقيه. ايوه. وكان اول رئيس للجمعيه العموميه الزعيم سعد زغلول. ايوه. لما يجي النهارده العاشر من رمضان واحنا في قناه الاهلي لازم نقول كلمتين. انا يمكن كنت قبل اللقاء كنت مع الاستاذ نبيل عمر وكنا بنتكلم على العاشر من رمضان وبنعترف ان هذا الحدث العظيم في تاريخ مصر لم ياخذ حقه الحقيقي لا اعلاميا ولا ثقافيا ولا فكريا. ليه؟ احنا لابد ان نعترف
أن العاشر من رمضان 6 أكتوبر ليس يوما عاديا في تاريخ الأمة العربية، لا، هو وقفة لا تقل أبدا عن عين جالوت، لا تقل أبدا عن انتصارنا على التتار، لا تقل أبدا عن انتصارنا، لأن دي حالات حقيقية في تاريخ الأمة، معارك فاصلة حسمت القضايا. فكانت 6 أكتوبر حقيقة وعاشر من رمضان حقيقة بتعبر عن الشعب، بتعبر عن هذه الأصالة المصرية الحقيقية والوطنية المصرية. يوم 19 يونيو خرج الشعب المصري كله يرفض الهزيمة. من 19 يونيو حتى 6 أكتوبر كان الشعب المصري كله جنود، جنود حقيقيين، لم يتوقف عمل واحد. الفن، أم كلثوم، المجهود الحربي، الفن، الرياضة، كل القوى الناعمة، الجيش دخل أبناء الخريجين الجامعات في الجيش تاني علشان يبقى فيه علم. النادي الأهلي فتح أبوابه للدفاع المدني. مصر كلها كانت في حرب. أنا عايز أقول لك عند الجملة دي نقطة ما حدش واخد باله منها. كيف أن كان كل بيت في مصر يحارب أو بيجهز للحرب؟ أن قبل أصعب الظروف المعيشية، الناس كانت بتدور على البيضة، الناس كانت بتدور على الفرخة. أنا أعرف ناس محترمة، كان يعني راجل كبير محترم جدا رجع مراته فرحاه، لقيت عربية الفراخ جريت جبت لك جوز فراخ، كانت سعيدة جدا، ما حدش اشتكى. واخد بال حضرتك الناس كانت. بس اكد حضرتك، انا كنت في الثانويه العامه، كنا في بلدنا، شبابنا، الشباب اللي في سني كان بيقوم بدور غريب جدا في الجمعيه التعاونيه. كنا بنقف نوزع مع الموظفين بتوع الجمعيه التعاونيه على الناس اللي هم عاوزينه. مفيش حاجة، كلنا كنا عايشين كل في الحرب دي ومتحملين بلا تذمر، وعلى فكرة لا بالحب، لأن الوطنية المصرية حقيقة يعني. بس كان في حالة واحدة مستنيين اللحظة، الناس كانت اشتقت لها لحد ما جت فصدقتها. أنا بس عايز أقول حاجة، أضيف حاجة اتفضل الأستاذ جمال. في حاجة مهمة جدا لازم نعرفها، حرب 73 اللي هو في العاشر من رمضان، حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها، كل العالم يتساءل ويتعجب كيف تمكن المصريون من صناعة هذا اليوم. دي معجزة بتدل على عبقرية مصر وشعبها، العبقرية الممتدة في الزمان والمكان اللي احنا احيانا وخصوصية احيانا في ازماتنا وظروفنا المعيشتنا ما بناخدش بالنا او ما نعرفهاش، لكن هي جينات متوارثة تحت الجلد. الفارق نحن في ما بين 67 و73 فترة زمنية ضئيلة جدا. لا اعرف، التاريخ العسكري لا يعرف على كوكب الارض ان في جيش هزمة بطريقة أو لم يحارب أصلا لأنه كان جزء منه في اليمن، المهم يعني، وخسر كل هذا القدر من المعدات، فاستطاع أن يستعيد نفسه وزمام أموره ويعيد تسليح نفسه ويعيد تدريب نفسه وتكوين نفسه ويدخل في حرب استنزاف طويلة كمان، غير حرب الاستنزاف بشكل عام، أنا بكلم عن الحرب المباشرة. هذه الحرب المباشرة مع قوة تضمنها قوة عالمية، هذه القوة العالمية أو القوة العظمى العالمية كانت حريصة كل الحرص أن تكون هذه الدولة اللي هي إسرائيل أن تكون أقوى من جميع الدول العربية مجتمعة، وأن تضمن لها تفوق في السلاح. يعني كان يملك الطيران الإسرائيلي طيارات لم يستخدمها الجيش الأمريكي، كان يملك أنواع من الصواريخ لم يستخدمها الجيش الأمريكي بعد، كان يملك أنواع من الدبابات، يعني إحنا أصرنا دبابات لم تتجاوز عدد الكيلومترات اللي عملتها 100 كيلومتر، يعني نازله من الطياره على سينا، على سينا جوه سينا، نازله جوه في مطارات في سينا. امريكا دخلت في الحرب بنفسها. يعني انا طول عمري بكتب في الحقيقه، نحن هي امريكا في الظهر، يعني في ظل، يعني في عدو وفي ظل، احنا طول الوقت في الظل، احنا بنحارب الظل، لكن في الحقيقه انت القوه العظمى بتضمن هذا التفوق لاسرائيل. يعني كان الكلام ان ايه، ان المصريين لن يستطيعوا عبور قناة السويس إلا باستخدام قنبلة ذرية. أنا عايز أوري لك حجم التحدي.
ان هم قدروا ان مفيش قوه عسكريه ايا كانت تستطيع ان تقطع ال 173 كيلومتر على امتداد قناه السويس وتعبر القناه الى هناك خط بارليف، احسن خط دفاعي صنع في التاريخ. يعني هو كان مجنو والكلام ده، كان خط بارليف يتفوق عليه بمراحل لانه مصنوع على كومه ضخمه جدا من الرمال، ثم الدشم قضبان سكك حديديه، ثم دشم مسلحه، ثم عشرات الاطنان من شكائر الرمل. يعني انت تتكلم عن حاجه يستحيل اقتحامها. يدافع عن القناه في ذلك الوقت انابيب يمكن ان تطلق جحيم من النيران على من يحاول النابالم. بص حضرتك، اما تبقى فوق تبه عاليه وحد جاي لك من تحت وهو معاه رشاش، كفايه يكون معاك طوبه. صحيح، طوبه، انا هحذفه بالطوبه، هو مش هيقدر يوصل، هحذفه بالطوبه. ما بالك بقى بالنابالم؟ فما بالك بقى، فانا اعبر هذا الخط الذي اجمع عليه كل العسكريين على كوكب الارض، في القوى العظمى في اوروبا وفي روسيا في كله، في الاتحاد السوفيتي كان ذلك، ان يستحيل عبور القناه، يستحيل، وانك تتجاوز هذا الخط المائي وتعدي خط بارليف وتتجاوزه. فينجح المصريين ان يعملوا ده في 6 ساعات. دي معجزه خارقه، يعني احنا بنتكلم عن خوارق. فعلا هي معجزه خارقه. بكل معيار وبكل مقاس، مش تعرف المصريين عملوا ايه، عشان كده احنا مش حاسين ان احنا عملنا، يعني لحد دلوقتي احنا مش عارفين احنا عملنا فوق الخيال. انا مثلا لما رحت تبت الشجره، ودي جزء من نقطة حصينة في مواجهة إسماعيلية. تبت الشجرة عبارة عن إيه؟ أنت تنزل قوة في باطن الأرض تجد نصف مدينة بالمعنى الحرفي لهذه العبارة. أبواب حديدية صلب وأنت تحت، فيها مستشفى ميداني، وفيها طبعا غير مزاغل الدبابات ومزاغل المدفعية وفي كل حاجة يعني. فالمصريين يعبرون القناة نط حصينة فيسيبوها يتجاوزوها ويحصروها، بس بيقطعوا عنها الامتداد، وبعدين عن طريق مواسير التهوية يقفلوها، فيضطر اللي تحت يخرج يفتحوا قلب بانوا لما كانوا هيموتوا في الأرض. يعني عايز أقول لحضرتك ولكل المصريين، نحن بلد عظيم بجد، مش هزار ومش شفونية. أيوة، ونحن شعب عريق بجد مش شفونية. صحيح عندنا مشاكل، صحيح من الشافين تجوزها دي الأسباب كتيرة، جزء من عظمتنا. ممكن لكن رغم ذلك لا، أنا عايز أقول رغم ذلك لا، ده في حاجة عظيمة جدا أقول لك. هذا العملاق الكائن جوه كل مصري يظهر في حالة واحدة، لما تيجي نقرا بس ما فيش وقته، يعني عبر تاريخ مصر كله نكتشف أن هذا العملاق فجأة يقوم ناطط عندما تكون مصر على حافة الهاوية. لما مصر تكون في خطر ماحق وحقيقي، يتحول المصريون إلى مرضى، إلى شيء آخر. يخلصوا مصر من يخلصوا مصر من الخطر، ثم يرتكوا يرجعوا لهدوءهم الطبيعي. فدي كانت لحظة فارقة في تاريخ مصر وعظيمة في تاريخ مصر. نحن فاجأنا العالم، ما فاجأناش الإسرائيليين بس، احنا فاجأنا العالم كله. تخلي بالك، انت تتحرك في عالم مغطى بأقمار صناعية تعرف دبة النملة، فتستطيع ان تعمل خطة خداع استراتيجي تقع فيها كل أجهزة المخابرات على كوكب الأرض، سواء الاتحاد السوفيتي او الامريكان او الاوروبيين او المخابرات الإسرائيلية بالكامل. المصريين بيتحركوا ده بس، يعني اهو بيهزروا معانا، هنقدر نخلص عليهم في خلال تلت ساعة، هتحول القناة إلى جحيم، هيتحرقوا جواها. خلال 6 ساعات كلينا 6 ممرات داخل سيناء. كانت قواتنا الصاعقة وقوات المظلات كانت عبرت قبلها بأيام، لأن احنا كنا مجهزين نفسنا للهجوم المضاد. عندما يحاول الإسرائيليين هجوم مضاد، ألا يصل الهجوم المضاد إلى شط القناة قبل بناء نقط الارتكاز للانطلاق الى تحرير الجزء اللي احنا عايزينه من سيناء. لم يكن عندنا سلاحا كافيا ولا ذخيره كافيه.
لكن كان عندنا إرادة المصريين وروح المصريين وعبقرية المصريين. دعم الله سبحانه وتعالى. أنا بس دعم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر مع التكبير الحقيقي النابع. يعني أحشائك بتطلع وانت بتقول الله أكبر وتقتحم تستنجد بالله سبحانه وتعالى ولم يخزلك، لأنك أنت قلت نقطتين في منتهى الأهمية. لا معك سلاح كافي ولا ذخيرة كافية، أنت على قد العشر ساعات اللي لازم يخلص فيهم الحرب. طيب أنت معاك السلاح الإرادة في حاجة أهم حاجة في رمضان. أيوة في حاجة مهمة جدا. ربنا بس ما بيقفش قدام الناس إلا إذا هي ساعدت. أيوة طبعا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طبعا وبعدين في حاجة مهمة جدا لازم نتفق عليها. الأستاذ نبيل كان بيقول لك إن المصري بيظهر حقيقته. أيوة المصري بيظهر حقيقته إمتى؟ لما تيجي على الهوية، وقت الهوية، وقت الخطر، الحفل، وقت الخطر. مصريين ظهروا على حقيقتهم في من 9 و10 يونيو لغايه 6 اكتوبر. مش بس يوم العاشر، ده اليوم العاشر ده تتويج الهي لجهد رائع بذل خلال هذه الفتره. انت عارف حرب الاستنزاف هي الحرب التي انتصرنا فيها، ورفض العالم ان يعترف بهذا الانتصار الا بعد حرب اكتوبر. كانت بلغه الكره تراي ماتش. ده تعبير صحيح، ده التعبير الحقيقي. وعلى فكره خبراء العالم العسكريين كلهم اتفقوا ان مصر انتصرت في هذه الحرب. صحيح. وانتصارها كان ساحقا ماحقا، ولكن ما كانوش بيقولوا هذا الكلام الا بعد حرب اكتوبر 73. ده نمره واحد. الاراده المصريه ظهرت يوم 9 و10 يونيو. اللي حاولوا ان هم يقللوا من قيمتها، انا لغايه النهارده وانا كنت طفل يعني في صغير مش طفل يعني وخرجت ورفضت الهزيمه، ما حدش قال لي اخرج. حاولوا يقللوا من قيمتها، اقول لك ده مش عارف منظمات الشباب حاولت تخرجهم. لا كلام فارغ. انا شفت وكنت من قريه وشايف الناس خرجت ازاي ترفض، وشفت وكان عندنا مهجرين من بورسعيد. قريه اهلاويه جدا يعني. ها قريه اهلاويه جدا. قرية كلها أهلي. ايوه كل... لا هي كلها كل أهلي. اهلاويه كلها اهلي. أيوه. لا بلدنا بالذات. أيوه. كلها اهلي. بس كنا خارجين نرفض، واللي قال لك الكلام ده حقيقه. أيوه. وبعدها تعال شوف الاراده المصريه الصلبه. لما نيجي نتكلم النهارده عن الشفره النوبيه. ايوه دي منين؟ عبقريه عبقريه. تعال شوف لما الاتحاد السوفيتي خرج من مصر ازاي وليه؟ بتخرج حليفك. ده دليل على انك مفيش. لما يعلن عن ان في عمره ويعمل مش عارف ايه لا ويمصوا عصب ويلعبوا كوره ويلعبوا كوره. لا الكراسه بتاعت تخطيط نفسها للحرب. لكن انت بتنسى ان سنه 68 قائد الجيش المصري عبد المنعم رياض اين استشهد؟ استشهد على خط القناه. تعال شوف بعد كده ايه اللي حصل من سنه 67 لغايه 73. المظاهرات اللي حصلت في الشباب المصري اللي عاوز سنه 72 يقول لك عاوزين نحارب. عايز يحارب. والكلام ده كله لا ومع ذلك الهزيمه رافض. ليه؟ الشعب مصر زي ما قالنا، زي ما قال الاستاذ نبيل وقتي من شويه وبنتكلم، تاريخ مصر هو مش شوفونيه ولا حاجه برضو زي ما قال. لا يعني دي عبقريه مصر. ده تعبير صحيح. عبقريه جمال حمدان اللي قالها عبقريه الزمان والمكان. لا هي في عبقريه الانسان المصري. هو الانسان المصري. الانسان المصري هو اللي باني ده كله. طبعا. الانسان المصري من عهد الفراعنه الى اليوم عنده اراده، عنده ايمان، عنده تصميم، عنده رغبه. اللي بيحكمهم كلهم ده هي فكر الانسان المصري وتاريخه الطويل. اقرا تاريخ مصر تعرف ان العاشر من رمضان ده هو التتويج، واللي احنا محتاجينه النهارده هذه الروح في مواجهه التحديات العالميه التي ما زالت. لا ما انا عايز يعني هي الروح دي بس انا عايز بس الروح دي عايز اقول لك حاجه. احنا لما احتاجنا الروح دي يعني حصل 25 يناير، كل اللي حوالينا بيعاني من مشاكل حتى هذه اللحظة كانت ممكن تؤدي إلى اللحظة. نحن المجتمع الوحيد والدولة الوحيدة التي تمكنت من أن تعيد تصحيح مسارها بحسن الاختيار.
ده بحاجات كتيره انا قصدي كمصريين وبالاراده كله. والله وبالاراده طبعا وبالاراده فقال نحسن مسارنا وان نعدل يعني اما تيجي راجع كل حتى بما فيهم اوكرانيا يعني اوكرانيا حصل فيها الثوره البرتقاليه قبل في 2008 ايوه طب ما تيجي نشوف ماذا حدث في اوكرانيا حتى هذه اللحظه ما حدث الان ما تعرضت له ما تتعرض له اوكرانيا الان من انهيار تام في كل امكانياتها اقتصاديه وبنيه تحتيه الى اخره بسبب الحرب هو لانها مش برتقال برتقال رجوع برتقال رجوع ما عرفتش تصحح مسارها ما عرفتش ترجع ما عرفتش ترجع طبعا ففي النهايه ده النهارده اضطرت في الاخر ان تدخل في حرب بالوكاله عن اخرين وتدفع هي ثمن وغر بها ما هي غر بها غر بها النهارده الاوكران بعيني صعبان عليها جدا موجودين في حرب لا ناقه لهم فيها ولا مغالبا لان في ناس اقنعوهم تعالوا في حضننا واحنا نقدر نحميكم تعالوا ثمن الموالاه لكن احنا ايه مصريين قرروا رغم ان كان في ناس على علاقات خارجيه وكان مطلوب ده يحصل هنا بنفس الطريقه لكن هنا بقى مختلف هنا التاريخ بيلعب دوره هنا التاريخ وهنا الكلام المهم وهنا فاصل وبعد الفاصل كلام مهم اهلا بحضراتكم من جديد مستمتعين في رحاب العاشر من رمضان هذا اليوم الخالد في الذاكره المصريه والعربيه اليوم اللي شهدت فيه مصر الانتصار العظيم بقوه الاراده وبقوه التحدي وقوه الايمان بحق هذا الوطن في الصمود استاذ جلاء كنا بنعرج على ما حدث في العاشر من رمضان الى ان وصلنا الى قيمه ودرس الاراده الدرس الحالي ومصر قد عبرت الظروف الصعبه ايضا ووصلت الى هذا الاختيار المهم شايف المشهد سريعا ازاي مصر اولا زي ما قال الباشمهندس عدلي حماها الله وكنا بنتكلم في ان ربنا سبحانه وتعالى اذا انت قدمت العمل الصح ربنا هيوفقك بس انا بقول بضيف عليها بقى ان الله سبحانه وتعالى وفقني ان انا اعمل العمل الصالح ده عارف ليه لان ربنا بيحمي هذه البلد البلد دي ربنا سبحانه وتعالى يمكن كنا قبل اللقاء كنا بنقول على القران وكيف ذكر الله فيها مصر بشكل معين في كتاب عن مصر في القران من اروع ما يكون ربنا سبحانه وتعالى هيحمي هذه البلد باذن الله دائما ابدا بدليل اسمه ايه الكتاب ده ما تقول لنا ولا انت بتقرا لوحدك لا هجيبه هو اصلا المؤلف انا عشان اسمه مصر في القران هو استاذ ازهري اللي عامله بس رائع هجيبه بس ناس الاسم لكن هجيبه لك ان شاء الله الكتاب ده بيتكلم مش بس بالايات لا وحاجات كتير جدا وباستفاضه رائعه ان الله يحمي هذه البلد مصر ربنا معاها ولذلك الانسان المصري اللي الرسول عليه الصلاه والسلام اوصى به فيها خير من الارض ليه بالاراده الاراده اللي بنتكلم عنها الاراده اللي خلتنا ننتصر على كل الصعاب اللي وقعت فيها يمكن نوصل للاختيار اللي انت اتكلمت فيه الاراده المصريه والقدرة على إدارة الأزمة احنا في 25 يناير وما كان يخطط للمنطقة ككل خرجنا منه في مصر بثلاث حاجات حماية الله سبحانه وتعالى وجود هذا الجيش العظيم الوطني صحيح. اللي هو ابن الشعب صحيح. اللي حمانا وقف جنبنا وكان مع الشعب الحاجة الثالثة الوعي احنا رغم الحرب والقوة الغريبة في الغزو الفكري والثقافي لشعبنا وشبابنا كان الوعي العام صامت الا ان الوعي العام كان كان وما زال بدليل وجود راجل مفكر زي ده معانا وانا ما بجملوش الوعي موجود بالناس المحترمة اللي عندها فكر وعندها رؤية وعندها ثقافة ومصداقية ده المهم ده ايوه المصداقية اهم حاجة تعالى شوف اللي حصل في 25 يناير احنا لما مصر خرجت في 25 يناير رفضا لشيء لكن كان المخطط اللي اتلعب وبسرعة ومن جهات
من اهل الشر خارجا خارجيا وداخليا، كان عاوز يوصل مصر لفين؟ كان عاوز يوصل مصر أسوأ ما يمكن من سيناريو، وانقذنا الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى اولا، ثانيا الجيش اللي وقف، ثالثا الوعي لدى النخب اللي مش النخب الحقيقيه، مش النخب اللي نطت وركبت في الصوره وعملت تمثيليه يعني. ارجع بعد كده 2012 2013 30 يونيو، دي مش ايام عاديه، مش ايام عاديه. وخرجنا من هذا المأزق لكي نقف الان. مصر النهارده رغم كل الظروف الصعبه ورغم كل المشاكل ورغم الازمات اللي بتعيشها، مصر قويه، مصر قائد اقليمي، مصر فيها القدره انها تعمل حاجات كتير جدا. النهارده لما كان اول حاجه عملها مصر من تعالى 2014 لغايه النهارده ان الجيش المصري يبقى قوي ويسلح ويبقى عنده قوه، ليه؟ تحديث وتطوير. ربنا قال يا ايها اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل، ليه؟ ما قالش عشان تحارب وتضرب، ترهبون به عدو الله الردع. هو كانت الردع. النبيل بيه، تحدثا بقى استكمالا للحظه دي، احنا عايشين في رمضان، تكتشف ان احنا بقالنا دي اكتر ثالث سنه يمكن، ان المسلسل الذي استطاع نستحوذ على افئده الناس بكامل ثقافاتهم ومختلف الاعمار السنيه هو الاختيار. اختيار واحد، اختيار اثنين، واختيار واحنا في اختيار ثلاثة. ليه؟ الناس عطشه انها توثق للتاريخ الحقيقي وتسمعه، وفي لقطات حقيقيه وبتبني عليها. انا النهارده السؤال بقى، اليس حرب اكتوبر جديره بان توثق وان الاوان ان تفرج عن وثائق؟ لان في قصص بطولات حضرتك بتقول اثرنا جنود، اثرنا سريه، اثرنا مش عارف ايه، ده كل واحده من دي فيلم. لا ده احنا لو هنعمل ما حدث مثلا في حرب الاستنزاف، معركه الدبابات، معركه مش عارف ايه، معركه الممر إيه؟ شوف حتى فيلم الممر لما اتعمل ازاي رغم ان الممر ده معركه المزرعه الصينيه، معركه المزرعه، وكان فيها المشير طنطاوي بالمناسبه يعني. دي لوحدها كل ده فيلم فيها ملاحم يعني. احنا بنشوف يعني كل بلد في الحرب العالميه مسلسلات على فكره، يعني على خمس ست دبابات بيعملوا لنا فيلم. احنا عشان حرب اكتوبر مسلسلات يجب زي يجب ان يحدث زي الاختيار، وكان وبعدين هي مليانه. وعايز اقول حاجه، الوقت لم يفت لسبب جوهري. انا لسه متفرج على فيلم لسه انتاج من سنتين فاتوا اسمه 1917 عن حرب العالميه الاولى. يعني ما زال حتى هذه سواء الحرب العالميه الاولى او حتى بيرل هاربر، لسه الفيلم معمول من خمس سنين عن معركه بيرل هاربر، وزي الامريكان حولوا الهزيمه الى نصر، راحوا لان عملوا ميدوي بعد كده ردا على بيرل هاربر، راحوا عملوا معركه ميدوي. اللي انا عايز اقوله ان احنا محتاجين ده. بس مهم جدا، كنت عايز اضيف بس حاجه للاستاذ عادل الباشمهندس، ان حاجه مهمه جدا، ليه الناس ارتبت مش كمان انه توثيق، الصدق. ايوه، فكره الصدق الفني في نقل الواقع ده كان مهم جدا عشان الناس تصدقك. لان الناس لو ما صدقت، يعني انت ممكن تقول اللي انت عايزه بس الناس ما تصدقكش، اعمل اللي انت عايزه الناس ما تصدقكش. هنا عندما تنقل للناس، وخصوصا ان في جزء كبير جدا من هذه الاحداث عاشها بعضنا او كان شاهدا عليها او راى نتائجها بنفسه، يعني هنا ايه التلاتة. بقى الواقع بقى ما يروى للناس يمس جزء من حياتهم بشكل او اخر بشكل مباشر. فلو تم التلاعب او تم اي لا يتمتع بهذا الصدق كان دي النتيجه عكسيه، كان نتيجه. الحاجه الاهم بقى كمان جنب الصدق الفني والكفاءه الفنيه، وده بيقول لك ان فعلا السوفت وير المصري ايوه لا سوفت وير شغال بجد. ولما يتحط في محكات فنيه لا ده سوفت وير جيد جدا، ويقدر يعني اقول لك الاختيار ثلاثة. الاختيار ثلاثة اصعب في كل الثلاث المسلسلات او الثلاث سنوات، ده الاصعب لان نتائج احداثه، لان هي نتائج احداثه جزء منها عسكري او مخابراتي، وفي جزء منها سياسي يتعلق بحياه الناس وبمستقبل الوطن ككل، مش عمليات تخص الجامعات، المهم مستقبل مصر ككل. فتداعيات ما عملناه
أو ما يرويه المسلسل ما دالت تعمل على أرض الواقع حتى هذه اللحظة وتثمر نتائج حتى هذه اللحظة فأنت بتتعامل مع أحداث لم تبرد بعد حتى لو في مسافة بين بدءها وحتى هذه اللحظة. الحاجة الأهم إنك ممكن تقع في مطب إنك بتحول العمل الفني لعمل تسجيلي ممل ويبقى فيه زعيق وخطابة وصريخ ووطنية لا ده أنت مقدمه بمستوى فني جيد جدا بحيث الناس بتشوف الواقع رغم إنه فن لكن شايف الواقع بعين الفن وشايف الفن بعين الواقع فأنت جمعت بين الاثنين الصعب جدا. يعني أنت تتفق مع المزج العبقري ده انا بحيي بيتر ميمي وبحيي هاني سرحان قبل أيوة. حرب المؤلفين احنا عايزين نشرك المشاهد معانا أيوة. المزج العبقري انت بتقول سوفت وير المزج العبقري بين لقطات حيه مسجله بشكل ابطالها الحقيقيين والمسلسل ثم العمل الدرامي نفسه المزج ومزجه اللي ما فيهوش اقحام وما فيهوش تقريرية كده يعني مفيش نفور أو شذوذ وفي حاجة مهمة في هارموني بيخدم على بعضه عاوز تعرف النجاح ده فيه بس الحتة دي يا رئيس يا صديقي في حاجة مهمة جدا إن كل التسجيلات اللي قدمت هي تسجيلات حقيقية في ناس زمان أو حتى الدعايات المضادة كانت تقول لك كلام مخالف أو تحاول تنتقص أو تنتقد أو تقفز أو تهاجم أو تقلل إلى آخره بلا توثيق. طيب أدي التوثيق مش ده اللي كنا بنقوله وأنتوا كنتوا بتكذبوا. طب أدي التوثيق وتوثيق إيه؟ بالصوت والصور الاتفاقات بالصوت والصور الكلام اللي بتقولوه على مصر بالصوت والصورة اللي بتكونوه بينك وبينك بالصوت والصورة على عينك يا تاجر عينك يا تاجر اللي عاوز بقى يكذب يوريني نفسه اللي عاوز يقول ان ده ما حصلش يوريني نفسه لا أو حصل اهو وهنا بتقدم الحقيقة للناس في صحيح انت عارف بقى ايه في كوب رمضاني يعني فكرة ايه عصير رمضاني كده بعد وانت جايب بعد ما تفطر عشان تبل ريقك فبتقدم الوقائع في مع عصير مع كوب من الخشاف الجميل فالناس انا طبعا بحيي هاني سرحان جدا 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 المؤلف بشده على ايده بيتر ميمي بقول له انت مخرج فعلا مخرج فكرة عظيم فكره المزج دي عبقريه بجد يعني وتنفيذها بحييك طبعا طقم الممثلين بقى في اداء الادوار لكل الادوار في الحقيقه يعني كل الادوار اللي ادت طبعا لا ده مصر عظيمه يا جماعه السوفت وير بتاعها عظيم جدا 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 على فكره عند الفنانين فنانين بيأدوا ادوار هذا مستوى من الاداء الفني على فكره مستوى عالمي باي مقياس يعني طيب هذا المستوى العالمي الحقيقه في الدراما ما كانش ينفع يطلع حتى في الاختيار في الجزئين اللي فاتوا لولا انه بيعبر عن نماذج وطنيه ابطال حقيقيين بجد واحد من هؤلاء الابطال اللي يمكن هز الوجدان المصري في قصتهم في الجزء الماضي كان الشهيد احمد منسي. طبعا انا طبعا يعني عايز اقول لحضرتك ان انا عرفت احمد الله يرحمه اهلاوي صميم يعني ابا عن جد العيله كلها الوالد اخواته العيله كلها اهلاويه الحمد لله يعني فهو لا كان اهلاوي صميم ومشجع جيد للاهلي وبيعشق النادي الاهلي حكايه اهلي وزمالك في بدايه التعارف كان ليها قصه يعني من الحاجات الطريفه هو الله يرحمه احمد اصلا كان بيتمتع بحس الدعابه او كان يعني سبحان الله على قد ما هو شخصيه قويه وقياديه في ناس متخيله انه كان صارم وقاسي ولكن لا بالعكس هو كان دمه خفيف جدا وبيحب فاول مره في حياته يجي يشوفني اول مره في التعارف بالظبط في نفس المكان اللي احنا قاعدين فيه هنا في نفس الشقه بالظبط كان سبحان الله هما طبعا يعني بيجي على الساعه 7 8 كده اخر النهار وكده فطبعا كان في ساعتها في ماتش او مباراه اهلي وزمالك طبعا يعني زي نظام المجتمع بتاعنا هو جه وقعد مع والده ووالدته وبابا وماما وانا العروسه جوه بقى فسلمت ودخلت وقعدوا بقى خدوا ودوا في الكلام لحد لما خلاص بقى يعني جه الوقت اللي لازم العريس بقى يقوم على العروسه يدخلوا يقعدوا يتكلموا مع بعض يتعرفوا كده جلسه تعارف بقى ساعتها والدي بيقول له يعني
قالوا لا في الـ في الـ في النص يعني لما الشوط كان كان الشوط الاولاني خلاص يعني فاضل له قال لا معلش اسف بضحك طبعا يعني قال لا بين الشوطين يعني لدرجه انه مش قادر من كتر ما هو متابع وقاعد ومشدود وبيشجع طبعا الاهلي فهو مش عايز يخسر وفعلا في قام بقى بعد في النص قام بقى قعدنا وكان ساعتها انا فاكره جدا من كتر ما بابا لاحظ انه اهلاوي ومتحمس بجد كان كل ما الاهلي يجيب جون يخش لنا يفرح يسلم ويرجع تاني يعرفه احمد الاهلي جاب جون يعني كان بيفرح الحمد لله ان يوميها الاهلي كسب المباراه يعني فيمكن عشان حتى وقعد يقول لي وشك حلو يعني كان يعني اليوم انتهى بسعاده جدا يعني سعيد من كل الجهات وفرحان طبعا الفريق بتاعه كان متابع الكره باستمرار طبعا يمكن عشان ظروف شغله كان مش بيعرف ينزل في وقت يتفرج زي اي شاب على القهوه او مع اصحابه كان احيانا كتير بيبقى في عمله لان طبعا كان بيتابع وكان بيهتم ولو كان موجود كان بينزل طبعا الاهلي بالذات عنده كان لا لازم يتابع ولازم ياخد باله ولازم حتى لو مش قادر يتابع على مواقع التواصل وكده النتيجه طيب ده جزء من برنامج رد الجميل في حلقة النهاردة صديقنا العزيز الكابتن أسامة حسني عمل هذه الزيارة لأسرة البطل الشهيد أحمد منسي دي أسرته دول أولاده وواضح جدا مدى تعلق الشهيد وأنا الكبير أنا بس بالأهلي لازم بشيء يذكر حضرتك وهنا بقى المزج المهم لفكرة القوى الناعمة احنا عمالين نتكلم على الاختيار وعمالين نتكلم على 6 اكتوبر 10 من رمضان وعم 6 اكتوبر وعمالين نتكلم على قصص ملحميه وبطولات ونحن في قناه رياضيه تخص النادي الاهلي فهذه اللقطه بتجسد هذا المعنى هذا المزج في القوى الناعمه القوى الناعمه ما جزء منها رياضه جزء منها فن ده الجزء جزء منها ادب منها كمان وجزء منها الشارع المصري والمود بتاعه اللقطة دي أنا أراها بجد لقطة مهمة جدا لأنها همزة وصل بين قصة ملحمية لبطل عاش في كل البيوت من أكثر من موسم بقى قدوة للشباب المصري ثم مزجه بالرياضة ثم مزجه بالنادي الأهلي في هذه اللقطة المهمة جدا أحيي طبعا برنامج العزيز أسامة حسني وقطعا شفنا من هذا الكلام حاجة دخلنا في الرياضة شوية لا بس ماشي. أنا عايز أقول حاجة من غير ما أقطع كلامك عايز أتكلم بقى عن النادي الأهلي ده النادي الأهلي مش إن الشهيد أحمد المنسي أهلاوي لا هذا الأهلي مش قلعة رياضية فقط قلعة رياضية قلعة مجتمعية قلعة ثقافية وفي النهاية أو تحت عنوان أشمل قلعة مصرية قلعة وطنية مصرية بالمعنى الحقيقي يعني فكرة أنها تروح للبطل أحمد المنسي وهي قناة رياضية لأن الأهلي هو مصر بشكل أو بآخر بيمثل هذا الوطن بشكل أو بآخر طبعا مع كل الأندية والقرية بتاعت على جلاء بيه أنا بتكلم على علي السيد يعني بتكلم بشكل يعني فده الدور هذا الدور وهذه هي المهمه وهذه هي الوظيفه وهذا هو معنى النادي الاهلي باختصار شديد. استاذ جلاء واحنا في اثناء عرض لقطه اسره الشهيد احمد المنسي انت فكرتنا ان بعلي السيد واحد من الجنود الابطال اللي كانوا برضو الاختيار اظهرهم وكشف عن بطولتهم الحقيقيه علي السيد والكمين بيتضرب جندي بسيط بلدياتك من الجماليه ده اهليه بلدي واسرته موجوده في الجماليه وكل الجماليه بتفخر انه من ابناء الجماليه واهلاوي على فكره والشهيد علي السيد يعني واحد الاف ابناء الجماليه زيه لكن كشف عن معدن غير طبيعي علي السيد كان حامي كل الشهداء اللي ماتوا ما حدش قدر يقرب منهم بسببه وخد كم طعنه كم طلقه كنا عايزين ياخدوا الجثث هو واقف يحميها ويتضرب وواقف برضه والضرب كميه رصاص كتير كميه رصاص قد ايه كيف الهم هذا النموذج شباب قريتك بلدنا بقت مدينه دلوقتي لكن هو مش الهم دا
ده هو خلى النموذج ده اللي خرج طاقات غير عاديه من الشباب. انا لما رحت وانا بنزل يعني واشوف الناس انا لو تبص انت على الناس وهي فخوره على السيد ده انسان عادي جدا يا ريتنا كنا احنا ايوه بسيط جدا وعلى فكره يعني شاب بسيط ومن اسره طيبه وعادي جدا مصرية. لكن تخيل انت في اللحظه دي ان شعب ان اهل الجماليه كلهم هم على السيد ما عمره ما قال لك ده من عيله ايه وعمره ما قال ده من حته فين لا كله من الجماليه كله من بلدنا ليه لان التفخور بنموذج على فكره النموذج ده موجود احنا قدمنا شهداء كتير في حرب اكتوبر ناس كتير جدا من بلدنا شهداء كل الكره وكل شهيد قدمته مصر هو هذا الشهيد لكن ده الشهيد ده بقى انت عايشه ايوه اللي هو جاي بقى في الاخر يقول لا البلد دي نموذج لمصر نموذج نموذج لمصر نموذج انت عارف كل ما يحدث في مصر تلاقيه في بلد زي بلدنا نموذج حقيقي لمصر مصغر على قد كده للي بيحصل كل في 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 جمهوريه مصر العربيه كلها تلاقي كل النماذج الانسانيه الاجتماعيه الوطنيه زي ما كان بيتكلم دلوقتي الرئيس بيتكلم عن ان النادي الاهلي قلعه اجتماعيا انسانيا وطنيا قلعه مصريه حقيقيه نفس الحكايه هتلاقي في بلدنا قلعه لكن الاهلي بقى هنا الاهلي سوفت وير مصر تعبير يمثل السوفت وير المصري بمعنى الحقيقي بمناسبة ده هقول لحضرتك على حاجة من يومين بتفرج على إعلان الفنانة الكبيرة سعاد يونس وهي بتتكلم في إعلان معنا عن ولد بتفرج على ماتش الأطفال السرطان هتعمل إيه النهاردة بتقول له النهاردة في مباراتين الأهلي والمصري والزمالك والمقاصة لها هتفرج على الأهلي أنت أهلاوي أنا أهلاوي جدا ففكرة حتى طفل صغير عنده هذا المرض اللي عين ربنا يشفيه ويشفي كل المرضى يا رب لكن إلى هذا الحد يا أستاذ نبيل الأهلي عنده هذه البصمة على الوجدان العام حتى. ما قلنا أصل دي مرتبطة بتاريخ الأهلي. إحنا قلنا لما الأهلي تأسس سنة 1907 هو كان إحنا عندنا الحركة الوطنية المصرية، إحنا تم احتلال مصر 1882. في خمس ست سبع سنين كده المجتمع هبط هبوطا شديدا. الناس مش قادرة تستوعب اللي حصل ثم بدأت الحركة الوطنية المصرية تتبلور تبلور نفسها وتطالب بالاستقلال وبدأ مصر عايزة تعيد اكتشاف نفسها فكان تأسيس النادي الأهلي جزء على فكرة من الحركة الوطنية المصرية اللي هي بدأت في نهايات القرن 19 وبدأت يعني عملنا الأهلي 1907 عملنا الجامعة المصرية 1908 هتلاقي اللي انتهى بقى بثورة 19 يعني كل ده إرهاصات إرهاصات لحركة لبلورة حركة وطنية هنا بقى ما نيجي نقول إن النادي الأهلي كان دوره أساسي في تمصير الرياضة المصرية سواء الاتحادات سواء في لعب الكرة يعني التيتشر لما راح بره الدورة الأولمبية وشاف الهوكي قرر أن يعمل فريق للنادي الأهلي هوكي عشان يكسب الإنجليز يعني هدفه مش إنه يدخل رياضة الهوكي لا هو هدفه ان يكسب لان دي رياضه انجليزي متفوقين فيها فانا هعمل في النادي الاهلي واكسب بيها الانجليزي ملمح من ملامح المقاومه فدي جزء من ملامح ففكره ارتباط الاهلي بالفكره المصريه وعلى فكره حتى في انديه في مصر مرتبطه برضو بالمعنى يعني مصر البورسعيدي مرتبط برضو بفكره المصري المصري مظبوط وده سر شعبيه مش من لانه من بورسعيد بس لا ولانه يحمل اسم المصري فعشان كده رغم ان بيحصل يعني رغم ان بيحصل بعض العصبيات في كره القدم لكن نحن نقدر المصري بتاريخ المصري لانه كيف في كيفيه نشاته ايضا بهذه الكيفيه يعني فده سر فبدا الاهلي شعبيته تكبر وطنيا ورياضيا يعني فكره ان احنا بنمصر الرياضه المصريه احنا طول الوقت بندافع عن مصر باسم الرياضه فبدا المصريين ينحازوا لهذا النادي الذي يمثلهم بدرجة أكبر بنفس القيم اللي حضرتك بتقول عليها القيم الوطنية المصرية والأصالة واستنفار ما هو جيد ويمكن أن يخلق شخصية سليمة
وده يبان في الفاوندرز، الفاوندرز اللي هم الذين اوجدوا الفكره اللي هم عمر لطفي ومصطفى كامل. يعني بداوا بالسياسه ها ثم قلبوها بالرياضه. ما احنا قلنا السوفت وير عباره عن ايه؟ زي ما انت قلت سياسه ورياضه وثقافه واجتماع ودين. ما ده السوفت وير ده دي 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 المكونات الباكج على بعضها. يا سيدي احنا برنامج رياضي، احنا برنامج رياضي نص الوقت لغايه دلوقتي عدى مش رياضه. عدى في ايه؟ مصر. مصر فرحانين باليوم. ما هي مصر جزء الرياضه جزء من الحياه المصريه. الرياضه جزء الرياضه جزء القوه ناعمه. فانت النهارده رغم ان احنا برنامج رياضي وقناه النادي الاهلي، لكن نصك لغايه دلوقتي فرحانين بالعاشر من رمضان بالاختيار. طيب بالقوى الوطنيه اللقطه اللي جبناها باحمد منسي اللقطه اللي جبناها دي ارمله الشهيد وهي تذكر ببشاشه، دي نقطه لفتت نظري، انها فخوره الى درجه الارتياح ان جوزها قدم روحه لان كمان المجتمع كمان قدمه بصوره. وانا لو حطيت نفسي مكانها هحس انها بتقول عشان ولادي يطلعوا هو كده يفخروا. هو ده المعنى على فكره، هو ده المعنى اللي وصلته انا انا يعني. وهي بتقول انه كان دمه خفيف لكن كان مصدر سعادته النادي الاهلي وما قدرش يتخلص من هذه اللحظه وهذا الانتماء. وهو بيتقدم لها ويقول لحماه استنى بس اما الماتش يخلص، فحماه بيطمنه. الحاله دي اللي اسره مصريه بسيطه وجواز صالونات بيقعدون مع بعض وبتحكي لك عن بيت مصري اصيل. هو ده من الطبيعي على فكره. ودور الاهلي في هذا البيت الذي ارتسمت البسمه يوم مكان الشهيد العظيم احمد منسي رايح يخطبها والاهلي كسب فسعاده. اللحظه دي بقى يا جماعه الاهلي، عشان انا بقول لجمهورنا الاهلي يا جماعه راسم بسمه واحيانا يكون مصدر ألم. طبيعي ده الرياضة، ما دي الرياضة. لأن الذي اعتاد، خد بالك من الجملة دي حط تحتها، الذي اعتاد النصر والتفوق يألم لأول مع أي إخفاق. مع أول كبر. فأنا بس أحيانا الثقافة الجديدة إن احنا بناخد هذا الألم ليطغى ويصبح هو العنوان الرئيسي في مشهد. لحظة احنا ماتش المصري اللي فات خسرنا، وانا لسه بقول لابراهيم انا ما انزعجتش وما خسرنا من سان داونز هنا لان كانت هزيمه ظروف مش هزيمه مستوى، لكن هزيمه المصري كانت هزيمه مستوى. الله ينور عليك في هذا التعبير. مظبوط. فدي ازعجتني، لكن عايزين ناخد من هذا الازعاج ايه؟ ايه الدرس اللي ممكن ناخده من هذه اللقطه؟ وهل هي تعبر على ان هو ده الاهلي ولا ان دي لحظه باذن الله تكون عابره؟ ولا نبتدي بالاستاذ جلاء وبعدين هو الكره بشكل عام لازم نتفق ان الكره ارتفاع وانخفاض. مفيش كره في العالم، مفيش فريق في العالم، والا كنا بقت مزايا كلها واحده في العالم. الاهلي زيه زي اي فريق عالمي كبير جدا، له طفرات قويه ناجحه وله بعض الكبوات. مد وجزر. مد وجزر. الحمد لله ان المد بتاعه اكبر مش الجزر. الحمد لله ان النجاح دائما. الاهلي اقرا التاريخ تلاقي الاهلي اكبر من يفوز بالدوري، اكبر من يفوز بالكاس، اكبر يفوز بكاس السوبر، اكبر من يفوز في افريقيا. يعني هو صعب الارقام القياسيه، هو صعب الارقام القياسيه، لكن على مستوى مصر وافريقيا. لكن الهزيمه زي ما انت حضرتك قلت في موضوع المصري ده كانت مستوى. المستوى هنا مستوى مين؟ مستوى اللاعب. انا ابني بالنسبه للاعلام مراتي، انا عرفت النتيجه الاعلان بيتعمل، انا بتفرج على التلفزيون ما بتفرجش على الماتش، بس مراتي ماسكه التليفون كل شويه وما بتحبش تقول لي النتيجه. بس صدر منها حركه عفويه والولد بيقول انا النهارده هتفرج على الاهلي والمصري. قالت له انت اهلاوي؟ قالت له بس يا خساره. طلعت الكلمه دي قلت لها عارف عرفتيني النتيجه قبل الماتش ما يخلص. هي زعلانه طلعت ليه؟ زعلانه على الولد اللي قال لها انا هتفرج على النهارده. هو المستوى هنا انا بكلم حضرتك في المستوى الفني. لو نتكلم على المستوى الفني في الاهلي، المستوى الفني كان فين؟ الاهلي ما كانش موجود في الماتش. غاب الاهلي عن المباراه لاسباب
كان واضحه جدا ان على الاقل على الاقل في ثلاثي مهم ما كانش موجود هم في الملعب بس ما كانوش موجودين في الملعب كادوار قفشه بيلعب فين احمد عبد القادر انا قاعد في بتفرج بالصدفه في مكان كل اللي قاعدين فين احمد عبد القادر فين لما نزل احمد عبد القادر هناك بعض الملحوظات او النقاط الفنيه الحقيقيه سواء في اداره المباراه او في مستوى اللاعبين نفسهم بعض اللاعبين ما كانوش موجودين بعض اللاعبين اما ان يكون لديهم ضغط نفسي او فاثر على ادائهم الفني البدني او ان في بعضهم كان مشتت الذهن لسبب ما لان انا عارف قدرات هذا اللاعب مش شايفها الميس باس من لعيبه يعني انا يعني بحب التحليل وبحب ان انا ابص على الارقام وتستدعي ذاكره النقد الرياضي طبعا فببص على الارقام فالاقي ان اللعيب ده 10 على 10 باص بتاعه 10 على 10 افاجئ ان الميس باص بتاعه 90% منين ليه فين هنا الاهلي كان هناك خلل ما فنيا وفي اداره الفريق من بره زائد ولابد ان اقول زائد دي التحكيم هنأجل التحكيم لحظه لا بقول لك زائد لان عايزين لا ما انا معاك لان التحكيم احنا ابتدينا بيه اثر لان التحكيم اثر تاثير مباشر على الاداء وعلى كل المنظومه على الأداء. حتى سعد عبد الحفيظ انفعل المدير الفني والمدربين شايفين حاجات مش طبيعيه بتحصل قدامهم اللاعب نفسه اللي اتضرب في ايده بضربه قويه والحكم ولا هو هنا خالص في حاجات كتير جدا حصلت انا مش من هواتي ان انا ارمي على الحكم بالعكس انا حتى وانا قدمت كمحرر رياضي قدمت الاسباب اللي انا كمحرر رياضي كنت دايما اقول يعني كان ده استاذ احمد مكاوي الله يرحمه هو اللي علمها لي ما تحطش دايما الحكم رقم واحد خليه في الاخر فكان الحكم ما كانش يعني ما كنت انا مش لكن كان تاثيره كبير جدا حتى على الروح العامه في الفريق فعشان كده انا بقول لك نمره واحد اللعيبه نمره اتنين اداره الفريق من بره نمره ثلاثه التحكيم نمره اربعه عوده الجماهير الحقيقيه للملاعب لابد ان تعود لان احنا اللي بيفرقنا بجد ويفرق الكره المصريه بجد ويفرق الاهلي بجد جماهير الاهلي ده كلام مهم جدا من الاستاذ جلاء لكن المؤكد ان الاستاذ نبيل عمر هو الاخر عنده روشته مهمه بعد الفاصل طيب رجعنا لكم وهنرجع بقى المره دي ونباص الكوره لواحد مصنف انه كاتب اجتماعي سياسي مفكر و و و و ولكن ما تعرفوش هذا الرجل رياضي كروي حتى النخاع عنده اكبر واول مكتبه خاصه بطرق لعب كره القدم وهيكلمنا على اللي حصل في المصري وتأثيره على المشوار الإفريقي القادم. هو مشكلة مباراة المصري أنت عندك أولا نزيل مكتبة ولا أنا بفتي؟ لا أنا عندي مكتبة قروية عندي بقى لها أكتر من تقريبا 40 سنة يعني أنا بلم كل الكتب اللي تتعلق عشان الناس بس تسمع وتعرف أنت بتتكلم ليه بتكتيك كرة القدم وخطط كرة القدم والتدريب والمساحات وكل ما يتعلق لأن الأول كانت مجرد رياضة لازم تلعب وتنظم اللعيبة بس فكانت المهارة أهم فكانت المهارة أهم ثم بدأ بعد كده بما أنها لعبة جماعية والمهارة الفردية مهما تفوقت مش هتقدر تغطي العشرة الآخرين طب إزاي العشرة يتحركوا مع بعض أيا كان مهاراتهم ويقدروا يغلبوا مهارة. عشان كده احنا شفنا فرق كتيرة جداً ممكن تبقى مهاراتها اقل لكن زي مانشستر امبارح مانشستر سيتي وليفربول مؤكد ان مهارات لاعبي مانشستر سيتي الفرديه
أعلى من مهارات لاعبي ليفربول، لكن كانوا لاعبي ليفربول في المباراة على نفس القدر من الكفاءة في المباراة ككل. دي طريقة لعب ودي طريقة لعب، فبدأ يتحول إلى علم في كيفية فتح المساحة وإغلاق المساحة وصناعة الفرصة وإغلاق فرص التهديف. فبدأ كل فبدأ بقى التدريب والبتاع والسرعة، يعني زمان اللاعب كان بيجري 3-4 كيلو في الماتش كله، دلوقتي بيجري 10 كيلو، يعني ال 20 لاعب يغطوا الآن، ال 20 لاعب في الملعب يغطوا الآن 200 كيلو في المساحة دي، تخيل بيجروا 200 كيلو في المربع ده المستطيل ده. فيبقى معنى ذلك ان كل سنتيمتر في الملعب ده متداسك قد ايه؟ طب في ظل الزحمه دي تخيل 200 كيلو في المربع، 200 كيلو، طب اخلق المساحه ازاي واضيق المساحه؟ حدوته صعبه جدا. اهم حاجه في كره القدم والناس كتير ما بتاخدش بالها منها، اللياقه الذهنيه. ايوه، ان ذهن اللاعب يبقى اوير، يبقى متفتح. يعني مثلا انا وانا بستلم الكره في نص الملعب او ورا او اي مكان، انا هبصيها يمين ولا شمال؟ انت بالنسبه لك انت شيء طبيعي، بصيها يمين او شمال، ما هو الاول واحد فاضي، القرار يختلف. لو انت خدت بالك من كره دي بروين في الجون الثاني لمانشستر سيتي، هي تمريره عنده واحد شمال واحد يمين واحد فوق، لكن ازاي عمل تمريره صلاح لساديو ماني في جون التعادل، قرار و... و... قرار وتمرير، كان يقدر يبصيها لاقرب واحد، لكن لانه لياقته الذهنيه عاليه قوي. نتكلم بقى عن اللياقه البدنيه، واللياقه البدنيه مستجيبة. تقدر تنفذ مستجيبه، تقدر تنفذ اللي انت بتفكر فيه. فالكوره هتمشي بالطريقه دي، لان انا ممكن ذهنيا هنا بقى التكامل، فكره ازاي اللاعب وانا بدربه في يعني ايه الفرق بين مدرب ومدرب. انا بس عايز اكد على المعنى اللي بتقوله دي، ان القرار واللياقه الذهنيه واللياقه البدنيه قالها بايجاز عبقري زين الدين زيدان وهو بيبطل، قال لهم ليه؟ لان الجسد لم يستطع ان يستجيب لقرارات الزلمه. صح. الاشاره اللي جايه مش هنا بقى المدرب. ايه الفرق بقى من المدربين قدامك دي كلهم؟ ليه جوارديولا احسن مدرب في العالم وليه كلوب؟ لانه بيقدر يخلي اللاعب وهو بيدربه قبل ما يخش المباراه بيعمل نوع من التكامل بين لياقته البدنيه، سيبك من المهاره، ما خلاص المهاره مش بقدرش اغير مهارات فيها. بغير فيها كتير، بين لياقته البدنيه ولياقته الذهنيه والنفسيه والقرار، ما دي كلها تقول عشان قرار. هنا بقى في كمان في حاجه مهمه جدا، انت بيقول لك المدرب عمل محاضرات مع اللعيب. هو المحاضرات ايه؟ هي محاضرات تثقيفيه، فكره انك تبقى فاهم الملعب. يعني مورينيو مثلا على سبيل المثال بيدي محاضرته بيقسم الملعب مربعات ويقعد يشرح للعيبه ككل، يعني ايه اهميه كل مربع في الملعب ده؟ ايه اهميته في حاله الدفاع؟ ايه اهميته وانا بدافع بهاجم؟ يعني وانا لو الكره انا اللي بدافع الكره مقطوعه في اليمين او في الشمال، يبقى فين المربعات اهم في الدفاع عشان ما اخليش هجمه الخصم تكتمل؟ ما هو مش هدافع ازاي؟ طب ما ممكن تكتمل الهجمه، طب ازاي انا منحني؟ طب انا لو بتقطع هنا، لو بتقطع في نص الملعب، لو بتقطع في الجانب الايمن او في الجانب الايسر، طب لو غلطت في تمريره في نص الملعب ازاي؟ يعني اعرف ازاي؟ يعني في على كل حاجه ليها اسس وليها بتاع. انا في ماتش الاهلي والمصري من اول 5 دقائق اكتشفت ان لعيبه الاهلي خارج اللياقه الذهنيه تماما تماما. قعدت افكر هل هم ما جهزوش صح؟ ده جزء. هل في توظيف؟ ما هو انت ممكن توظيف غير صحيح، يعني انت ممكن احط اللاعب في موقف ما اعرفش يتصرف فيه. يعني حضرتك انا محرر رياضي، حضرتك طلبت مني النهارده اكتب مقال ثقافي، عدلت في دورك. طب يا جماعه هادي ازاي؟ ممكن انا بعرف لغه وبعرف، لكن هل اعرف ادي صح؟ هل اقدر ادي بجوده ان انا اكتب مقال رياضي؟ اللعيبه كده. في بقى مدرب عبقري زمان اخترع الكره الشامله اللي هو ميشيل ميخلز بتاع هولندا، اللي هو كل ده طالع منه، كل اللي انت شايفه ده
كل اللي انت شايفه ده من حالك، كل الكرة الحديثة دي كلها طلع من اللي حصل في 74 طولة كأس العالم 74. فهنا بيحصل ايه؟ ان اللياقة الذهنية لازم تبقى قوير، ولا انا مكلف اللعيبة بأدوار ممكن ما يعرفوش يأدوا. يعني انا فعلا كنت محتار زي ما قال الاستاذ جبل الله، ان ده ايه دور أفشة وايه دور ميكيسوني وايه دور بيرسي تاو في مباراة المصري؟ الثلاثة ما اناش عارف اماكنهم في الملعب ايه بالظبط. انا ممكن عايز الخبط الخصم، بس كمان ممكن الخبط الخصم فتلخبط انا. اتلخبط انا. انا الهدف النبيل اذا ما واكبوش تنفيذ جيد، بغض النظر هنا على فكره ما بتكلمش كان مستواهم جيد او رديء، مش ده اللي انا بناقشه. انا بناقش هل هم عارفين، هل هم مكلفين بمهام ما مش متلخبطين فيها؟ لا، انا رايي ان كان فيهم جزء من اللخبطه. عشان كده انت قلت مستوى، لان الاهلي كان لان وجود الثلاثي ده بدون اداء مهام حقيقيه في الملعب افقد الاهلي نصف الملعب. فبدا هم في حاله الهجوم دورهم مش باين، عشان كده لما تيجي تقول والاهلي له كم هجمه خطيره في المباراه، بتتكلم عن عدد محدود وضئيل وملوش معنى. طيب ليه الهجمات المرتده للفريق المصري كانت تتسم بخطوره في اوقات كتير؟ لان ادوارهم الدفاعيه برضو مش باينه. فاما تبقى 30% من فرقتك رغم ان الارقام الاستحواذ عندك، حتى لو انت هتساعدك 90% ملوش معنى، ملوش عشوائي ملوش معنى. لكن انت ايه؟ لكن انت 30% لا بيدافع ولا بيهاجم. طب لا مؤاخذه يعني، طب عشان ما تسودش الدنيا على الناس بقى. لا انا بس انا عايز اقول ان بس ده بيحصل. انا عايز اقول بس يا ريس انا ده بالعكس، ده انا مبسوط جدا انت طلبتني اثناء المباراه وانا خفت ارد عليك، واخد بالك؟ انا دلوقتي انا عارف انت بتشرح ايه، لكن هل ده معناه دي حاله فرديه؟ لحظه واحده، حاله شاذه، حاله استثنائيه، حالة ولا هتمتد؟ لا لا دي حاله استثنائيه، جمله اعتراضيه، دي حاله استثنائيه. بس هو اللي انا عايز اقوله بقى للجمهور، انا عايز اخاطب الجمهور بس كده. فكره انك عندك فريق هيقدر يلعب كل مبارياته بنفس الكفاءه وبنفس المستوى واللياقه الذهنيه، هو اللياقه الذهنيه، هذا هو المستحيل بعينه ولا يوجد. يا راجل يا طيب يا جمهور يا طيب، بايرن ميونخ مغلوب من 4 5 أسابيع 5-1 من فرقه بايرن، وما ادراك ما هو البايرن. انت عندك تشيلسي مغلوب من براتفورد 4-1، مش من اي مش من فرقه من الفرق المقدمه. يعني عايز اقول انك حتى النتائج الثقيله يعني احيانا يعاير حادثه، حتى يعاير لعيبه الاهلي احيانا او جمهور الاهلي بماتش صن داونز. وات داز مين ناثينج تحصل فتح الفتح سنة عائلات حادثه وبتعدي او تعدي، لان انا فرق القمه تتعرض دائما لهذا، لان انا ما اقدر. احنا نتخيل هنا بقى نقدر نتكلم حق الجزء الانساني، نحن نتخيل اللاعبين ماكينات بدوس على زرار بدوس على زرار يؤدوا، اوتر الزرار يبطئ. ده مش صحيح، ده بشر يعني، ممكن يبقى متضايق، مش تعبان، ايا كان، عنده مشكله عائليه، عنده مشكله عائليه، عنده اي سبب اوف داي بتاعه في الكوره، حتى الكوره مش عايزه تطول النهارده. يعني ده موجود. ففكره ان احنا يبقى مطلوب مننا ان احنا نكسب 100% من مبارياتنا، ده مستحيل. لازم نتعادل، لازم نهزم، لان من الهزيمه فيها ميزه كمان، انك تعلمك كيف تنتصر. ايوه، الانتصار الدائم ينسيك اخطائك، ينسيك اخطائك، يخليك ما تعرفش تكسب. ايوه طبعا. لكن لا، عندما تحصل الهفوه انا بقدر اعمل قدر من النمو اللي بيحافظ لي على التفوق الدائم. بالظبط. تعرف حضرتك انسانيا لماذا الالم مهم؟ ده مهم جدا، لانه بيفهمك المرض. لا مفيش الم مش هتعالج حاجه، بينبه لخطر كامن كمان. فالم الهزيمه وده اللي احنا عاوزينه، ده اللي احنا عاوزينه في ماتش الرجاء. وفي حاجه مهمه جدا عايز اقولها للجمهور، مهم جدا 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 جدا، نحن نلعب. ازاي بقى تقنع الناس؟ انا بقول للناس كلها، لا اهلي زمالك اسماعيلي مصري ايا كان الفرقه محله، وبالنسبه للناس الاهلي لا يلعب، الاهلي يحقق الألقاب. نحن نلعب يعني لازم في النهايه نحن نلعب.
انا اسعد جدا لما فرقتي تكسب وسلام، وابقى واحزن لما اهزم، لكن في حدودها. يعني انا يوم من الاهلي اتغلب من مصر ضايقت لمده ساعتين ساعه وخلاص، لكن عارف انها رياضه. يا بختك. لا انا بعرف اعمل ده كويس لاني فاهم اصل فاهم انا فاهم بس برضه بدي انا بقول للجمهور انا فاهم انها رياضه. لا بس هي بتختلف من شخص لشخص. لا هي والله انا وعندنا في ناس بتبقى حابه بتحب تبقى وفكره جلد الذات. لا في بعض بعيدا عن ده وده هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنبدا ننظر الى مباراه الرجاء وماذا ينتظر الاهلي يوم السبت ان شاء الله بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومستمتعين بهذا الحوار الثري الحقيقه، بداناه واحنا في رحاب العاشر من رمضان ثم انتهى ونحن في الانتظار لمباراه السبت الاهلي والرجاء المغربي. استاذ جلاء، خروج الاهلي من هذا اللقاء المحلي بهزيمه الكل اجمع على انها هي هزيمه مستوى، كيف يمكن اعداد فريق يخوض مباراه بهذه القوه دفاعا عن لقب كبير بالنسبه له؟ عاوزين نتفق برضو في مستوى سبب في هزيمه ولكنها ليست حاله. ايوه هي موقف، حاله، ظرف طارئ، ليست حاله الاهلي. جمله اعتراضيه، لازم جمله اعتراضيه والعوده الى الاهلي. ايوه كنا بنتكلم الكلام الثري الجميل اللي كان بيتقال دلوقتي من مفكر سياسي في الكوره، الكلام انا عاوز اطبقه على الاهلي، عاوز اقول ماتش الرجاء اللي جاي نمره واحد، الأخطاء التي وقع فيها الأهلي فرديا وجماعيا لابد أن يتم العلاج. وأنا بقول علاج، ما قلتش، أنا بقول علاج. ليه علاج؟ لأن الحالة المرضية الطارئة تحتاج إلى علاج سريع. والأهلي نادي كبير ومليء بالنجوم وإمكانياته عالية جدا، ومن الظلم لينا أن احنا نقف ونبكي على مباراة لأن دي كرة، لكن من الظلم الأكبر ألا نعترف أن هناك خلل، ومن الظلم الأكبر ألا نعالج هذا الخلل حتى لو على حساب أي حد. ليه؟ ماتش الرجاء بالنسبة لنا، الرجاء مش فريق سهل، الرجاء لا حقق أعلى نسبة تهديف في دوري المجموعات. الرجاء فريق قوي ويستطيع ان يصل الى ولديه شعبيه جارفه، لا يستطيع ان يصل الى انا بتكلم على امكانياته، يستطيع ان يصل الى مرمى الخصم. الاهلي لديه دفاع قوي ودولي، ولكن هناك بعض الاخطاء البسيطه التي يجب ان يتم علاجها مع مراعاه المهاجم اللي جاي لك. الاخطاء في الهجمات المرتده الناتجه عن ميس باص او ناتجه عن الاندفاع ده، دي اخطر حاجه بالنسبه للرجاء ويجب ان نتنبه ليها. احنا محتاجين رؤيه هادئه جدا. احنا الامكانيات والتركيز في المرحله في الماتش الجاي، على فكره احنا مش هنجيب حاجه من بره، احنا عندنا امكانياتنا، عندنا لعبتنا، وعندنا قدراتنا. موسيماني قبل كده عامل من التوليفه دي نتائج رائعه. يعني الحته دي انا عايز اوقف برضه عشان اسالك سؤال. انت بتقول محتاجين علاج الاخطاء، محتاجين رؤيه، محتاجين ونبيل بيه قال لك تنظيم حركي معين ومربعات موسيماني تراه يملك كل هذه الادوات التي يمكن ان يعالج بها، حقق بها قبل كده يعني تراه. يا باشا ما هو اصل الواقع يقول ده هو دايما الرجل المهام الصعبه، انه فعلا عمل ماتشات كبيره في وقت ما كانش حد متوقع. ايوه ولسه بطوله العالم لسه قريب اهو، وعمل ده اذا يملك. يبقى عايزين نركز ونحافظ. انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، الاهلي يملك اسم وتاريخ ومكانه، والخصم عارف انت مين بتاع مين. تاني نمره واحد، جهاز فني يملك القدره والإمكانيات الفنية، لعبة تملك القدرة على الفوز والقدرة على الدفاع عن 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 مرماها، ولكن زي ما قلنا القرار في الملعب، القدرة الذهنية، كيف تترجم القدرة الفنية مع القدرة الذهنية في اتخاذ القرار وتنفيذ التعليمات. يا جماعة عشان تبقى المسألة ممكن تيجي تقول ايه، ما هو شوت فتلاقيه بيباصي
تقوم تقول له في الفاضيه في الفاضيه انت مش مكان. في الزحمه او بيرقص على فكره انت هو مش ده مكان. القرار وعلى فكره دي عبقريه محمد صلاح من الاخر كده ايوه القرار 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 عنده على فكره هو كويس. في 10 دكاتره 10 دكاتره واخدين دكتوراه عندهم علم واطباء وعندهم علم وممتازين بس في واحد عنده اتخاذ القرار لابد من اجراء جراحه دلوقتي التاني يقول لك استنى اصل اجراء وده ينقذ حياه هي نفس الحاله في الكوره هي نفس الحاجه في الصحافه انك انت لا في الحياه بشكل عام في الحياه بشكل عام ولذلك اتخاذ القرار في الملعب دي تدريب ذهني زي ما انت بتدرب نفسك تدريب عضلي علشان تبقى عندك قدرات عضليه وبدنيه جيده في تدريب ذهني في تدريب على على التعامل مع تعليمات المدرب المدرب مش هينزل على مكانك لكن انت بتاخد تعليمات من المدرب بتنفذها تنفذها ازاي انت فجاه بتلاقي عندك لعيبه بصراحه انت بتبقى تضطر تسقف لهم على طول نفس اللاعب بيبقى عنده حاجه تانية هي ايه لازم ندرسها لازم يبقى عندنا خبير نفسي لازم عندنا خبير نفسي الخبير النفسي ده مش قضيته انه مش طبيب نفسي هيعالجني عشان مريض نفسي او عشان مريض نفسي الخبير النفسي ده كوتش بيدير الموهبه ده كوتش نفسي عاوز يقول انا بتعالج ازاي مع الحاله اللي قدامي انا في لعيبه في ماتش المصري محتاجين علاج نفسي مش علاج نفسي انه مريض نفسي لا محتاج كوتش نفسي حاجه ذهنيه حاجه يقول له تنشيط دوافع يفوقه يفوقه احنا على فكره مش على فكره احنا في حياتنا كلنا كده انت احيانا تبقى في بيتك في عندك حاله خارج خمول المود. خارج المود بالزبط. او عندك حاله خمول ما انتش عارف ليه كمان يعني انت بتبقى قاعد كده وانت جاي بتكتب تفاجئ ان انت مش عارف تكتب الكلمه مش جايه لك مش جايه الفكره مش طالعه وعلى فكره وهي وانت في دماغك الكلمه بس انت يا جماعه ده في الايه في ايه في كذا ده وتقعد فين لغايه ما بتوصل لك دي حاله طبيعيه وزي في الكوره وزي في الحياه وزي ما انت بتتكلم مع اصحابك على القهوه النقطه دي يا استاذ جلال لانها شديده الاهميه واحنا عمالين نربط دلوقتي مقتنعين ان القرار مهم ومقتنعين القرار ده عشان يطلع صح لازم صفاء ذهني وقدره بدنيه عاليه ده لازم شرط اساسي وبعدين انت موهبتك في اتخاذ القرار اللي هو ايه اباصي اشوط ارقص يعني هي دي مهارات اللي اذا الثلاث حاجات دول احنا دلوقتي عمالين نتكلم بقالنا هل تتصور او تعتقد او ترجع ان جزء من الارهاق الذهني وعدم الصفاء الذهني مش البدني بس ان تلاحم المواسم وتغير البطولات التحدي تخرج من التحدي تخش كله ضغوط كل عايش في حاله من الضغوط المستمره بقالك كذا سنه المفروض ان هل ممكن يكون كل ده بلور وجالك في اللحظه دي المفروض انا جاهز لده المفروض انا لا جاهز لده بص يا فؤاد الحضري بسرعه كده عشان عايز اسمع برضه انا المفروض ان انا جاهز لده ازاي انا لعيب قدامنا خمس دقايق عايزين نستثمرهم انا لاعب في الكبسوله انا لاعب دولي وفي النادي الاهلي نادي بطولات ومتعود ان العب في 3 4 بطولات في وقت واحد ان بلعب محلي دوري وكاس وبلعب سوبر وبلعب افريقيا وبلعب مع المنتخب متعود لكن انا ما بقولش ان انا معنى ذلك ان انا لا اسقط لا انا ممكن اسقط لكن عايز اقوم ايوه ازاي بقى هنا بقى العلاج اللي انا بقول عليه علاج نفسي وبدني وذهني ويمكن اضيف عليها حتى كمان عودة الروح عودة الروح الروح مسؤولية انا احيانا يعني احيانا ببقى عندي قدرة وكويس جدا وبخيل بخيل شوية او خايف شوية او خايف على رجلي شوية كيف هو نعيد الامور الى نصابها الاستشفاء هو دلوقتي أيوة. دلوقتي لان انا شايف ان في اتفاق تنوع شديد مرهق على تشخيص المرض ده والعلاج جدا موجود كمان مجهد جدا في السنوات الاخيره حصل تطور هائل في استشفاء اللاعبين من المباريات بعد ما كثرت المباريات في اوروبا الى درجه مجنونه وهم حتى بيفكروا يعملوا يعني اللاعب عاوزين يوصلوا اللاعب انه يلعب دلوقتي 70 مباراه ما اعرفش هتتم ازاي لكن هذا ما يفكرون فيه دلوقتي بقت اللعيبه الاوروبيين بيلعبوا في الحد الادنى 50 مباراه دلوقتي و55 مباراه
فبقى في استنزاف بدني ضخم جدا للعيبه لان بقوا هم البيضه التي تبيض ذهبا وبالتالي عايزينهم طول الوقت احرق احرق الزامه زي ما هو فهو دلوقتي في وسائل وادوات للاستشفاء دلوقتي بتخلي اللعيبه تقدر بدل ما بتحتاج وقت اطول للاستشفاء تقدر ترجع خلال يومين ثلاثه. هنا طب انت هتقول لي ان بين اللعيبه ما بقدرش اعالج الوعي التكتيكي، لا، مع الفرق الكبيره التكتيك بيبقى مفهوم ومعروف من خلال فترات الاعداد والى اخره. الاستشفاء والكلام بيرجع اللعيب للملعب بسرعه، لكن مشكلته ايه؟ اللي انا قلت عليه، اللي هي اللياقه البدنيه واللياقه الذهنيه. اللياقه البدنيه اتاثرت خلاص لان انا عمال العب من ان وحجم الضغوط اللي عليا بتوتر اعصابي، فاعصابي بتجهد العضله مبكرا، فالعضله ما بتقدرش تؤدي ما عليها. فانا محتاج ان العضله تعود لها كامل طاقتها، وان ذهني يعود له كامل صفائه، لان حجم ضخم 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 زي مليون 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 موضوع مضموخ في دماغي من كتر المباريات. طب اصفي ده ازاي؟ ده بقى فيه درجات الاستشفاء لازم يتم. هل الاجهزه دي موجوده؟ موجوده. ممكن الوصول اليها؟ ممكن. هل محتاجين حد من بره يجي يساعدنا في ده؟ اه، لان احنا اللعيبه بتاعتنا في مصر بتحتاج وقت اطول من اللعيبه الاجانب في العلاج. لو حضرتك مش متاسسين تراجع حجم علاج اصابات الرباط الصليبي عندنا وفي الخارج، احنا نزيد عن اي اصابه في الخارج 3 شهور على الاقل، وده مده طويله جدا. فاصابات التمزق واحد بقى. لا بس القوه البدنيه مختلفه. انا عارف بس دلوقتي القوه البدنيه قدره التاهيل لا في قدره التاهيل، لا كمان في عندنا لعيبه عندهم قدره بدنيه واضحه، لكن برضو بياخدوا وقت اطول. وانا عارف في لاعبين قدرتهم البدنيه حضرتك كانت كويسه جدا، عمرو جمال على سبيل المثال بدنيا كويس جدا، ولكن خد قرب من سنه في الرباط الصليبي. ده ما يحصلش في اي دوله في اي مكان في العالم. هل الثقافه الشخصيه بتاعت اللاعب ممكن ثقافه اللاعب بس إن انا انت خاضع للنادي. طيب بسرعه بقى احنا داخلين على ماتش احنا محتاجين عشان قدامنا دي ان احنا نلعب مهم جدا ان انا اصفي ذهن اللعيبه، وان انا اوصل انا لحد دلوقتي ما زالت اللي هي الفريق الامثل لم يتكون في الاهلي رغم ان مرور قربنا من سنتين. تمام، محتاجين ان احنا نوصل للتشكيل الامثل. عندنا مشاكل في نص الملعب، طبعا ما بحبش اقولها على الهوا، لكن لازم تتحل، لان ما ينفعش ان نسبه تمرير نص الملعب تبقى اقل من 90%، حد ادنى 90%، حد ادنى نسبه التمرير السليم عشان تتفوق 90%. حتى ليه؟ لان كونتر اتاك في نص الملعب اخطر كونتر اتاك. في نص الملعب عندي المهاجمين عندي مشكله في ان المهاجم بتاعي او المهاجمين اللي بيلعب راس حربه انا ما بقدرش استصنع له المكان اللي يقدر الا بصعوبه شديده جدا، فانا اقدر احلها. عندي حليت موجود. انا مسجل اهداف كتيره جدا، يعني بقدر احل ده. ازاي اوصل لده؟ انا رايي ان ده ممكن، وزي ما قلت ان شاء الله ممكن. اصفاء الذهن هو اهم حاجه بالنسبه لي. كنت عايز في جمله واحده بلغه الصحافه، كروشكا لازم يمشي؟ جمله. نعم نعم. المدرب البديل اجنبي. اجنبي استاذ نبيل. واجنبي ولا وطني؟ لا اول في لا اجنبي. اجنبي انا كنت اتمنى ان يكون وطني، بس في اللحظه دي مين؟ ما هو دي مشكله. ما خلاص يعني وانا كنت اتمنى ان كان يعني وانا كنت اتمنى وطني في كل وقت. مفيش اتفاق على اسم محدد، كل واحد له ميزه. السوشيال ميديا نجحت انها تخلص على الوطنيين كلهم. للاسف المخرج نجح في ان هو فعلا يباغتنا ان الوقت انتهى. كنا سعداء جدا بهذا الحوار الثري في رحاب العاشر من رمضان اليوم مع الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ جلاء جاب الله رئيس مجلس إدارة دار التحرير السابق. شكرا جزيلا أستاذ جلاء. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الموسوعي مدير تحرير الأهرام الأستاذ نبيل عمر. شكرا جزيلا أستاذ نبيل. كما نشكر حضراتكم على طيب المتابعة. كل سنة وانتم طيبين، ودايما وأبدا مصر في مصر.